صباحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أصدرت كل من السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين ومصر بيانا مشتركا قالت فيه إن الدول الأربع تلقت الرد القطري عبر دولة الكويت قبل نهاية المهلة الإضافية التي جاءت تلبية لطلب أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكدة أنها سترد عليه في الوقت المناسب. تستضيف القاهرة اليوم اجتماعا يضم وزراء خارجية مصر والإمارات والسعودية والبحرين لمتابعة تطورات الموقف من الأزمة القطرية، ويبحث الاجتماع الرباعي الخطوات المقبلة التي ستقوم بها هذه الدول على ضوء الردود والمواقف القطرية. بدأت فصائل الجبهة الجنوبية السورية صباح اليوم عملية عسكرية على مواقع داعش غربي درعا من محور تل عشترة الاستراتيجي وكتيبة الميم دال شرقي سد عدوان، فيما قامت الفصائل بتمهيد مدفعي على مواقع داعش أسفر عن تدمير دبابة لداعش على أطراف بلدة عدوان. قال المفاوض الروسي في إستانا ألكسندر لافرنيتش إن روسيا قد تنشر جيشها لمراقبة مناطق عدم التصعيد المزمع إقامتها في سوريا خلال أسبوعين أو ثلاثة بعد وضع اللمسات النهائية على اتفاق مع تركيا وإيران. وأبلغ المفاوض الروسي الصحفيين بعد سلسلة اجتماعات في إستانا عاصمة كازاخستان أن موسكو وأنقرة وطهران لم تتفق بعد على تفاصيل الخطة. استعادت القوات الأمنية العراقية السيطرة على مناطق جديدة في الشطر الأيمن من مدينة الموصل، وذكر بيان لقيادة عمليات نينوى أن الشرطة الاتحادية حررت ساحة وجراج باب الطوب ودورة الأجهزة الدقيقة وجامع خزام، كما فرضت سيطرتها على طريق خالد بن الوليد. هذا وأكد مصدر في جهاز مكافحة الإرهاب أن 150 مترا فقط تفصل قواته عن الضفة الغربية لنهر دجلة من جهة المدينة القديمة في الموصل. شنت مقاتلات قوات التحالف العربي ضربات على مواقع للمتمردين في مديرية الصرواح في محافظة مأرب، كما استهدفت ضربات قوات التحالف مركبات للمتمردين في محافظة الحديدة الساحلية ومواقع في محافظة حجة. أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية في بحر اليابان هو صاروخ باليستي عابر للقارات، ووصف تيلرسون الأمر بأنه تصعيد للتهديد الأمني الذي تشكله بيونغ يانغ للولايات المتحدة. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم اجتماعا بدعوة من الولايات المتحدة لمناقشة هذه القضية. نهاية الموجز، في أمان الله. We'll be right back.